واحد بيقول في احد ان ضمير داود اله اله لماذا تركتني، رغم تعقيب قداستكم اننا نحن من نترك الله وليس العكس. احساس ان ربنا تركه، لكن في الواقع طبعا الايه دي جت نبوءة عن المسيح. في الواقع وداود بيقول كده كتير، بس احد المزامير يقول لماذا يا رب تقف بعيدا في وقت الضيق، يعني هو شعوره بكده، لكن في الحقيقه ربنا ما بيقفش بعيد.